رئيس الحكومة سي عزيز أخنوش كنتوسمو فيك واحد النظرة كبيرة، الله يجزك بخير. غادي نقول لك كما قالت هذيك المرأة ومعتصمة وأخنوشة، يعني قبل ما تكون يعني رئيس لهذه الحكومة الحالية كنت وزير الفلاحة، وباقي هاد الناس هادو من قبل من 2000 وهما يعني مازال ما تصلح هذا الملف ديالهم ومازال تيعانيوا، والان مازال ما تلقاش لهم الحل. ما عرفتش انا واش ما قدرش الحكومه السابقه ولا هذه اللي جات ما قدرش تلقى لهاد الناس الحل ويخدموا في واحد الاطار مريح ويخدموا قانونيا، لانهم تيخلصوا الوثائق ديالهم، ما تيطلبوا حتى شي واحد، تيخلصوا الوثائق ديالهم كامله ومع ذلك ما تخدموش في واحد الظروف اللي هي مرضيه، يعني يخدم هاد الشيفور اللي يخدم بواحد براسه مرفوع، يخدم حتى هو يكون عنده الحق ديالو في هاد البلاد، يكون الحق ديالو في هاد البلاد، الحق ديالو في المواطنه، ومن حقهم الناس داكشي علاش جاو وكيحتجوا. وماشي غير هذه هي المره الاولى، بل كانت احتجاجات سابقه، يعني كانت في 2017، كانت في 2019، كانت في 2021. يعني حنا ماشي ضد القانون، ولكن احنا بغينا نتسوى الوضعيه ديال هاد الناس، وبالخصوص ملي كانت هاد كورونا، يعني الناس كاع الدوله دارت واحد المساهمه للناس، واحد المساعده، وكاين اللي هنايا هاد المساكين وهاد الدراوش ما شدوش حتى ديك المساعده. هاد الوقفه الاحتجاجيه جات في الاطار ديال الغلاء بعد واحد المعاناه كثيره من الجائحه، وحواد الناس اللي كيمارسوا هاد المهنه هادي كيعانيوا بزاف، وبالخصوص هذه الجائحه فرضت علينا راسها، والناس مابقاش كتهز، يعني دوك الناس ما بمعنى ما كاين ما يدار، الناس عا كتقاتل، ومع هادشي كامل زادت الظروف هذه ديال مابقاش ينقلوا ذاك يعني العدد الكافي اللي غادي سميتو الفلاح، حتى هو ما قدرش يخلص، يلا تيخلص شفت عيا دار لهم ديك البياسه وغادي تهز عشرات الناس، هاد عشرات الناس ب 300 ريال 20 درهم للبياسه، اش غادي تخلص بها؟ واش غتخلص بها هاد المازوت؟ الان حنا ولينا خدامين ما تيشيط لينا والو، المعيشه ما بقيناش قدرنا نعيشوا، ما قدرناش ما بقى كيوفر لينا والو. دابا اللي كنطالبوا به هو يعني ذاك الدعم ديال المازوت، علاش ما يرجع ذاك الدعم ويتخصص لهاد المهنيين؟ هاد المهنيين يتخصص لهم هاد الدعم هذا، والحلول كاينه ماشي كاينه، ينقصوا لينا في التامين، ينقصوا لينا في الضريبه. دابا تتوصل عليك العام الا ما خلصتيش ورقه واحده يقجوك من هنا، يديروا لك ما تحركش ورقه على العام. والحفاري عندنا الحفاري في الطرقه اللي كنمارسوا فيهم هذه المهنه هذه، كاين اللي الحفره خاصه العيد الميلاد ديالها الخامس، يعني 5 سنين وهي هكاك ما عمرها تصلحات. والله يجازيكم بخير، يعني الحديد راه كيتزاد كل عام، الشركات كتنتج الحديد كل عام، كتنتج الحديد كل عام، فلهذا خص يرخص لاسورانس تامين، خصها ترخص، ماشي خصها تغلى الضريبه، خصها ترخص، ماشي خصها تغلى اقل قليل في هذه الجائحه وفي هذه الازمه هذه، حتى هذا العامل، هذا الناس اللي تينقلوا العمال من اماكن بعيده وكيضحوا يعني من الجوج ومن ثلاثه الليل وما نايضين تيخدموا، راه جزء لا يتجزا يعني من المنظومه ديال الفلاح. راه كيما كيتعطى الدعم للفلاح باش كيتعاون الفلاح باش يوجد لنا الغلال، حتى هادو راه تيهزوا، راه كاين واحد كيخدم معاه 13 14 الناس، وكل واحد من هادوك الناس اللي تيخدموا مع مول البيكوب كيصير على 8 النفوس، يعني راه هذه واحد الشريحه عريضه جدا، وراه ما حضر الا القليل قليل قليل جدا في منطقه سوس ما استدرعا. والله يجزكم بخير. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.